الخامسة قرب الجنة والنار. نعم، قرب الجنة والنار، ما بينك وبين الجنة والنار إلا أن تموت، إلا أن تموت، إما أن تكون من أهل الجنة وإما أن تكون من أهل النار، والموت ما تدري في أي لحظة. ولهذا جاء في الحديث النار الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لا تقول أنا ريض، أنا توي شاب، أنا بازن من عمري، ما تدري في أي لحظة. فإذا مت إما أن تكون إلى الجنة، لأنه قال من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فعلق الأمر بالموت، والموت قريب، فالجنة قريبة والنار قريبة. نعم.